السلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روسات جديده. اول حاجه ناخذني من وقت وقت ونصلي فيها على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كيف ما تشوفوا روساتنا اليوم اللي هي المنامين التركيه، يعني نسموها نحن في تونس ابارامون العجام تاع العظم، يعني كيما الشكشوكه بالعظم. هذه يسموها المنامين. فما اخواتي سالوني قالوا لي عملنا لنا جزبز، هذه راهو في الشرقيين يعني السوريين والفلسطينيين يسموها جزبص، اما هي اللي هنا في تركيا اسمها منامين. كيف ما شفتوا اول خطوه باش نبدا بها، حطيت المقطع الغاز، حطيت فيها مغرفه كبيره زبده كيف ما تشوفوا ترونش كبيره. لهنا المنامين راه يطيب بالزبده، ما طيبش بالزيت النباتي. الحاجه اللي تبرنها هي الزبده، نذوب الزبده هذيك كيف ما تشوفوا، نحل عليها الغاز ونخليها تذوب، وبالطبيعه باش نزيدوا عليها المكونات الاخرين. فما شكون يحبها بالبصل، فما شكون ما يحبهاش بالبصل، فما شكون يقول جيب البصل وفما شكون يقول جي بلاش بصل، اما هي في الحالتين راهي تجيب لينا. بالنسبه للمنامين راهي تجي بالبصل وتجي بلاش بصل. بالنسبه لي انا مثلا العائله متاعي زوجي وحموية يحبوها بالبصل، فما شكون يحبها بلاش بصل. كيف ما شفتوا الزبده متاعي بدات تذوب، نذوبها بالباهي الزبده هذه، نحاول نذوبها بالباهي خاطر باش نقلي فيها البصل والفلفل. لهنا كيف ما تشوفوا عندي راس بصل كبير شويه، قصيته جويد على الاخر، نصبوا على الزبده هذيك ونقليه شويه تقريبا 3-4 دقائق، نخليه هكا يتقلى في وسط الزبده هذيك ياخذ المطعم تاع الزبده. كان تلاحظوا ما حطيتش حتى نكته زيت نباتي، راهو ما يجيش فيها الزيت النباتي. تحبوا طيبوا بالزيت النباتي طيبوا، اما انا نعطيكم الطريقه الاصليه وانتم هذاك اختيار لكم انتم كيف ما تحبوا. لهنا كيف ما شفتوا نزيد عليها الفلفل الاحمر، فلفل احمر حلو مقصوص زادة كوب كوب صغيرين كيف ما شفتوا، يعني تقريبا زوز قرون فلفل احمر. لهنا زادة زوز قرون فلفل اخضر زادة حلو ماهوش حار. كان تلاحظوا الفلفل اللي قاعده نستعمل فيه الكل خاصه في الماكله التركيه راهو حلو ماهوش حار. كان نروح نطيب الحار، كان انا ناكل الحار، الاخرين ما ياكلوش الحار، يعني ما ياكلوش الحار برشا. نستعمل لهم الفلفل هذايا الالوان يبدا حلو. كيف ما شفتوا نخلط البصل هذاك مع الفلفل، نخلطوا بالباهي باش يتخلطوا في الزبده هذيك، وبالطبيعه باش نغطيهم ونخليهم يتذبلوا بالباهي لين البصل والفلفل هذوكم يتذبلوا بالباهي بالباهي ويطيبوا في الزبده هذيك. باش من بعد نكملوا نزيدوا لهم الطماطم ونكملوا نزيدوا لهم المكون الرئيسي نتاع المنامين هذيا. كيف ما شفتوا حركتها بالباهي، توا نلمها من الجناب هكاكا باش الجناب نتاعها ما تتحرقش، ونغطيها ونخليها لين تتذبل في عقل عقلها. في ساعة تحضر راهي، بالطبيعه كل واحد شنو يحب، واحد يحب الخضره مش طايبه بالباهي، واحد يحبها طايبه بالباهي، كل واحد شنو يحب. كيف ما شفتوا الفلفل الاحمر بدا يسيب فك اللون الاصفر نتاعو، نحركها كيف العاده، نحرك ونلمها من الجناب باش ما تشدليش في الجناب نتاع المقله، يعني كل البصل ولا حاجه ما تشدش في الجنب نتاع المقله وتتحرك، ونغطيها ونخليها لين تتذبل في عقلها. لهنا كيف ما تشوفوا الفلفل والبصل هذاك تذبل بالباهي، يعني شربك الزبده هذيك الكل. كيف ما تشوفوا ما نحكي لكمش على الريحه اللي خارجه منهم حتى من غيرها، تشوفوا ما حطيتش لا فيح لا حتى شيء، مازلت ما كملت حطيت حتى مكون اخر. ريحتهم فايحه على الاخر بنينه. نحركهم هذوما بالباهي، كيف ما تشوفوا ديما نحاول نلم من الجناب باش ما يبقاش في الجناب نتاع المقله وما يتحرقش الخضره هذيك. كيف ما تشوفوا نلمها بالباهي، لهنا خليتها لين قرتك الزيت اللي فيها، باش نزيد كعبتين طماطم، كعبتين طماطم كبار قشرتهم وقصيتهم زاد هما جويدين على الاخر كيما تلاحظوا. نحركهم توا الطماطم هذه نحركها مع الخضره هذيك كيف ما شفتوا بالطريقه هذه، نخلطهم بالباهي مع بعضهم ونغطيهم ونخلي الطماطم هذيك لين تطيب بالباهي في وسط الفلفل والبصل هذيك، يعني الطماطم لازمها تطيب بالباهي يعني معاش تظهر برشا.
يعني ما تبقاش طروف، ما يعني ما لازمهاش تكون كاسحه طماطم. طماطم كيف ما تشوفوا تلاحظوا اللي هي ما فيهاش لون، علاش؟ خاطر مش وقتها توا. انا في العاده نورمالمون نستعمل الصوص اللي حاضر، ما حبيتش نستعمل الصوص خاطر فما شكون ما عندوش صوص، حبيت نوريكم الطريقه الاصليه بالطماطم الكعب. امانه راني في العاده نستعمل الصوص اللي محضرته من الصيف، هذاك يعطينا كولير مزيان. لهنا حبيت نستعمل الطماطم الكعب باش نوريكم الطريقه بالضبط وبالتفصيل. نغطيهم ونخليهم يتذبلوا بالباهي. كيف ما تشوفوا نحرك بالباهي، هذه الطماطم بريسك طابت، نحركهم بالباهي هذوما. لهنا كيف ما تشوفوا عندي حار عظم 4 كعبات، باش نملحهم نحط عليهم شويه ملح خاطر ما حطيتش في الخضره فحات جمله، باش نحط ملح وفلفل اكحل على العظم. كيف ما تلاحظوا هذا ملح وفلفل اكحل، نركضهم العظمات هذوكم بالباهي. كيف ما شوفوا وتو باش نصبهم في المقله بالطريقه هذيا، وديريكت نخلط ما نخليهمش يطيبوا هما هكاكا، يلزمنا نخلطوها بالباهي باش العظم هذيك ما تبقاش طروف، يلزمها تتخلط بالباهي مع الخضره. هذا السر نتاع المنامين التركيه، كيف ما شفتوا نخلطها بالطريقه هذيا، يعني الطيب كيما الشكشوكة ما طيبش، يعني نقولوا نحنا تبدا طروف طروف كيما العجه نتاعنا، لا لازمها تتخلط مع الخضره كيف ما شفتوا. فما شكون يحبها تبدا مروبه، فما شكون يحبها تبدا طايبه على الاخر. هذه المنامين نتاعنا كيف ما تشوفوا، هذه المنامين تو طفيت عليها، مادام هي سخونه طفيت عليها، وتو باش نفرم فوق منها الجبن هذاك، جبن هذا بريزيدون اللي عندي، باش يذوب فوق منها الجبن هذاك يعطيها بنه مش نورمال. كيف ما شفتوا هذه تو رشيت عليها الجبن من فوق. هذه هي المنامين نتاعنا كيف ما تشوفوا، سهله طريقة تحضيرها، سهلة في ساعة في ساعة وتحضر. تنجم تكون فطور الصباح، تنجم تكون فطور نص النهار، تنجم تكون عشاء في الليل، ما فماش حتى مشكل. حاجة بنينة على الأخر، حاجة صحية ما فيهاش معناها مكونات إكسترا. هذه هي الشكل النهائي متاع المنامين متاعنا بعد ما ذاب فوق منها الجبن كيف ما تشوفوا، ما شاء الله لونها يشهي. ان شاء الله الفيديو عجبكم، ان شاء الله كان خفيف عليكم، ان شاء الله الوصفه عجبتكم، ان شاء الله استفدتوا منه الفيديو هذايا وحصلت منه الفايده. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روسات جديده، وفي امان الله.